اخبار اليوم. صحفيين على اعلى مستوى، انا شخصيا بفتخر لاني زميل ليهم، زي ما بفتخر لان استاذي هو الاستاذ جمال بيطاني. انا بستاذن حضراتكم تسمحوا لي، احنا في المناسبه دي زمايلي في اخبار اليوم على طول قالوا احنا عايزين ده حاجه غير مسموحه، قالوا عايزين نقدم الاستاذ جمال بيطاني حاجه. احنا لا نملك الا الكلمه، ده اغلى ما نملكه. فكتبوا كلمه ووقعوها جميعا. يسعد دار اخبار اليوم ان تتقدم بخالص التهنئه لنجمها البار ونجمها اللامع الروائي العالمي جمال البريطاني بمناسبه سبعينياته الوارفه السامقه التي اثرى خلالها وجداننا بابداعات لا تبارك نسجها من صلب واقع ساهم في تغييره وعمق تاريخ امه عاش مدافعا عنه بالكتابة والقلب، حاملا قلمه في صدارة صفوف مقاتليها أثناء معارك الصمود والاستنزاف والتحرير، يشهد العزائم ويضيء الدروب ويحيي الأمل في القلوب ويضع أوسمة البطولة على سير رجال عظام من نبت هذه الأرض الطيبة، جادوا بأرواحهم ودمائهم وساهموا في صنع النصر واسترداد الكرامة. إننا في هذه المناسبة العطرة نحيي ابن أخبار اليوم الأبرز في حياتنا المعاصرة، وندعو الله أن يديم عليه الصحة والعافية ليواصل مسيرة إبداعاته ويفيد بها على محبيه متعة فكر وروعة أسلوب، وعلى تلاميذه أستاذا وقدوة ونورا هادئا. كل سنة طيب يا أستاذ.